ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي أن الوزير أجرى اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظيره المغربي عزيز الرباح. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الوزير بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن الوزير بحث العلاقات المشتركة بعد التطبيع في الآونة الأخيرة، وأوضح أنه بحث أيضا نتائج التطبيع بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير. ويعتبر الرباح أول وزير ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يتباحث مع وزير إسرائيلي بعد استئناف العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى وزير الصناعة ملي حفيظ العالمي الذي أجرى عن بعد لقاء مع الوزير عامر بيريتس. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.